مسلسل غموض اسمه على مسمى، في سسبنس وفي غموض. بخاف ان انا اكبر يا جماعه، عشان انا عايزه اموت صغيره عشان الناس تشوفني تفضل فاكرين زي ما انا كده حلوه واموره. احلى جمله ممكن تقولها للبنوته يا جماعه انك خاسه، يعني دي حاجه حلوه. شاكر صديق جدا على المستوى الشخصي والانساني، خدوم، راجل جدع محترم، كل الصفات الطيبه فيه وحياه ربنا. في ناس كتير بتطلق وبتبقى منوره، مش شايفه ولا ايه؟ مسلسل غموض اسمه على مسمى، في سسبنس وفي غموض. المسلسل بيتكلم عن احداث مختلفه جدا، واقدر اقول لك ان القصه اول مره تقدم على الشاشه، وكمان البطوله جماعيه، في ضيوف شرف، ابطال كتير، ودي حاجه حلوه. وطبعا الف مبروك للمخرج حسام سلامه، والف مبروك للمؤلف فتحي الجندي، الف مبروك للمنتج وليد سامي، الف مبروك طبعا للنجمه نهال عنبر، زي العسل زي العسل. ومش عايزه في نجوم كتير جدا، بس مش عايزه انسى حد، محمد نجاتي، ميدو عادل، ايساف. انت بتحبي البطوله الجماعيه ولا لوحدك؟ جدا، لان هي مجموعه من الشباب. اليوجا مهمه يا جماعه. البطوله الجماعيه مهمه طبعا، وكل ما الكاست يكون بيحب بعضه دي مختلفه قوي. يعني احنا عملنا البطوله الجماعيه طبعا في الاب الروحي، وكنا كلنا وجوه جديده. احساس شخصي، انا سجلت معاكي قبل كده، حاسه منى مختلفه عن منى اللي سجلت معاكي. اهدى. في نضج. واضحك اضحك انت. شايفاك. لا هو السن، انت بتكبري، فكل ما بتكبري، والله مش القمر، كل ما بتكبري بيبقى في نضوج. و بشتغل على نفسي، بقرا، بذاكر، بقرا. بس انت خسه وانت خسه. احلى جمله ممكن تقولها للبنوته يا جماعه انك خسه، يعني دي حاجه حلوه. بحس ان انت كل ما بتبقي اتقل بتبقي انضج، بتكبري، بتبقي اتقل، بتبقي اهدى. و الاستقرار في الحياه مهم جدا، بتحس انك مستقره في حياتك، تبقي مستقره داخليا، تبقي مستقره في كل حاجه، في كل حاجه، تبقي مش عايزه حاجه. ما الاستقرار الرومانسي؟ والله ما فيش استقرار رومانسي حاليا يا جماعه، بتكسف يا جماعه، مفيش استقرار رومانسي حاليا. بيقولوا الحب بينور الست. والله بينور، وبعدين برضو ممكن تكوني سنجل ومنوره. في ناس كتير بتطلق وبتبقى منوره، مش شايفه ولا ايه؟ مش عايزين نتكلم على حد. لا هو بحس ان انت بتبقي منوره بنفسك. الرياضه مهمه جدا لنفسيتك. الطاقه السلبيه ابعدي عن اي حد بيصدر لك طاقه سلبيه، واشتغل على نفسك، اشتغل على جسمك، على صحتك نفسيا وجسديا. لما بتبقي كويسه كل حاجه بتبقى كويسه، حياه ربي. يعني اطلع لايف مع حد يطلع انها مرتبطه بحد، اطلع اروح فرح يطلع انها مرتبطه بحد. انا لو مرتبطه انا هعلن، انا هنزل لكم صورته والله، واقول لكم مبروك. يمكن يبقى في قريب، بس لحد مثلا الناس تقول انت خايفه من الحسد. انا بخاف من الحسد جدا، بخاف من الحسد جدا. خمسه علينا من العين، بخاف من الحسد. ولكن يعني يعني انا دلوقتي لما اتجوز او يبقى معايا يعني في حياتي راجل، هقول هخبي ليه يعني. هو هيبقى عايز يعلن قبلي، وان شاء الله قريب ممكن اعلن، ما اعرفش. في حاجه قريب؟ لغايه دلوقتي لا، انا سنجل. في كلام يعني؟ في كلام. لا بس والله ولا حد ظهر. حلاوه البدايات وفي مصيبه النهايات. لا بصي، انا بحب اهزر قوي، فمحدش ياخد اي كلام عني. حتى لما بطلع لايف على التيك توك والسوشيال ميديا بحب اهزر طول الوقت، فمحدش ياخد يعني، بيطلعوا برضو اشاعات زي ما انت سامعه. ايوه يعني اكتر اشاعه بتطلع عليكي انت وشاكر، ليه بقى؟ والله خالص، يعني كل اللي بيطلع اشاعات يا جماعه انا وشاكر اخوات. شاكر صديق جدا على المستوى الشخصي والانساني، خدوم، راجل جدع محترم، كل الصفات الطيبه فيه وحياه ربنا. وعشان بنطلع لايفات وتحديات، وهو بيطلع مع ناس كتير، بس عشان انا مثلا ممثله فبنطلع مع بعض، ودايما لايفاتنا ترندات. وان شاء الله ان شاء الله يبقى موجودين مع مسلسل واحد ونقدم حاجه جديده. كلمين ان هو موجود معاك النهارده في والله احنا لسه اول يوم، فانا ما اعرفش قوي يعني اللاين بتاعه في الشخصيات ايه، ولكن يعني او انا عارفه بس مش هقول. بس ان شاء الله يقدم لكم حاجه مختلفه. شاكر على المستوى الانساني شاطر جدا وموهوب جدا، وبيشتغل على نفسه كويس قوي قوي قوي. واحنا اصدقاء، فاقدر اقول ان الف مبروك ليه، ويا رب يقدم حاجه كويسه. ليه انت بتخافي انك تكبري يا منى؟ بخاف ان انا اكبر يا جماعه، عشان انا عايزه اموت صغيره عشان الناس تشوفني تفضل فاكرين زي ما انا كده حلوه واموره، ونضحك، ارجوكوا نضحك. بس هي الطاقه والايجابيه دايما بتدي الانسان ثقه بنفسه. فانا لما اكبر مش عايزه اشوف نفسي اصلا وانا عجوزه، ويمكن لما اكبر ابقى قمر وانا عجوزه طبعا. قولي لي يعني بتقدري ان انت تتجاوزي اي مثلا كلام وحش على السوشيال ميديا؟
بشوف ان اي حد بيقول حاجه سلبيه نقد بناء يعني ده بيخليني اشتغل على نفسي اكتر واحسن من نفسي اكتر، ولو في حاجه محتاجه اغيرها عادي جدا، كلنا في حاجات كتير بنغيرها في حياتنا لو حياتنا مش احلى حاجه. ولكن لما بيقولوا حاجات ايجابيه يعني اعتقد دلوقتي الحاجات الايجابيه اكتر بكتير، خصوصا في لما بدات السوشيال ميديا ان ولايف، ده خلاص خلاكي تكسري اي حاجز بين الجمهور، مش يقول لك مغروره مش عارف، لا خلاص بقيتي قريبه، قريبه للشارع، قريبه للسوبر ماركت، قريبه كل الناس بتتابعك، كل الناس فاهمه. دي حلت مشاكل، حلت مشاكل يعني زي المشاكل اللي فاهمه يعني، تعالي وروقي والدنيا حلوه. اه مفيش حاجه، العفوية دي حاجة حلوة يعني. قالت لك ايه انت ألذ واحدة هنا، فعايزين ايه الجمال، الحلاوة عايزة ايه وصرفة النهاردة شياكة ما شاء الله شياكة ده. يعني لو تعرض انت تعملي حاجة عن البنات، اعمل حاجة عن المرأة اقسم بالله، او في اي حاجة عن المرأة، انا بحب البنت تبقى قوية وتبقى شاطرة وتبقى ناجحة وتبقى كده معاها فلوس كده، وحتى لو معاش فلوس اقسم بالله الفلوس هتيجي، المهم ان انت تبقي بصة نفسك في المراية كده انت قمر، كده كده انت قمر تلاقيش. تقولي للبنات ايه بقى؟ داري على شمعتك، اشتغل على نفسك، اشتغل على جسمك، حبي نفسك، محدش هيحبك اكتر منك، محدش مكمل معاكي غيرك، خليكي تقيلة في كل حاجة علشان عفويتك وحلاوة روحك انت هي اللي مكملة معاكي. يعني انا لما رجعت اكون نفسيا اقوى واحلى واحب نفسي قوي، شفت كل حاجة حلوة مع اني نفسي هي هي، بس انا كنتش شايفاها حلوة فهماني. وانت زي القمر، ما حدش اذاني، كل حاجه نصيب والحمد لله على كل حال، وكل الاحداث اللي من يوم ما بتتولدي بتحصل لك عشان تخليكي واقفه في المشهد اللي احنا واقفين دلوقتي، مش احنا مع بعض دلوقتي، يبقى احنا زي الفل الحمد لله. الحمد لله نورتيني يا منى، ويا رب ان شاء الله دايما. ثانك يو سو ماتش.